صحف داكشي غادي ماشي بطيء، داكشي ديال السلحفات يعني ما فهمناش المشكل ديال التصدر، ما غاديش يصلحوا فيه وما غاديش يبداو فيه متاخر. علاش وقفوا البطوله في ملعبوش فيه الفراقي بجوج ديال الدار البيضاء، ضيعوا الرجاء في المدخول ديالها، ضيعوا الفراقي حتى الان الفراقي باقي، الرجاء باقي الان ما عوضوش الماتشات اللي مشاو للفراقي، الجمهور اللي ضاعوا في المدخول ديال المداخل ديال الجمهور، وهي في حاله حاشا المدخول ديالو لحد الان تتحمل مسؤوليه المسؤولين. وثانيا اللي طلع في مصلحه ديال ستاد دونور في الاصلاحات ديالو اللي استافدوا منه هما الناس اللي خسروا فيه 24 مليار اللي خصهم يتحاسبوا معاهم، طلعت لهم مزيانه ما كاين لا محاسبه اللي يحزنون. يعني دابا تيتريب مشات المحاسبه، مشات المراجعه، خسرت 24 مليار ما بان لينا فيها والو، نطالبوا المحاسبه ديال الناس، ها هما دابا تيريبوا فيه، مشات الفرقه ضايعه يعني. الدار البيضاء ضايعه. دونك 2025 ما حلوش تكون واجده الملعب. ما تنظنش واحد الوتيره اللي غادي دابا، ما تنظنش حتى 26 ما حاش يكون واجد. يعني شكون غادي يكون ضايع دابا؟ غيكون ضايع الرجاء. مركب رياضي محمد الخامس مغلوق، الاصلاحات لاننا غادي ننظموا كاس افريقيا، خص يكون جاهز، تكون مدرجه، تكون ارضيه، تكون مستودع، كل شيء في احسن ظروف، وان شاء الله نتمنوا يكون الصلاح ان شاء الله ويكون موجود ان شاء الله، حيت حنا قبيله نكون بين التظاهر الدولية ان شاء الله يكون في المستوى. ان شاء الله الانديه ديال الدار البيضاء واخا غادي يخسروا شي حوايج، ولكن غادي يستافدوا شي حوايج في الاغراق ديال مركب رياضي محمد الخامس، عنده السلبيات وعنده الايجابيات. منساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.